حبيبتي راحه لينا لان احنا تعبانين، واقرب ما انت ما بتقولوا له خد بيروح جاي لك بياخدك ويوديك المكان اللي انت عايزاه. لو عايزه عربيه هتستني ساعه ولا ساعتين عقبال ما اجيلك، انما ده في الشارع على طول، رحمه للناس التعبانه والناس المريضه، وواحد رايح مصلحه ولا حاجه رايح شغله بيلحقه يلحق يركب ميكروباص ينزل بتاع. المسار الاول ان يتم تقنين اوضاع التوك توك في الشارع المصري، سوف ينظر بعد ذلك في امر مشاركه التوك توك في مبادرات الاحلال، بحيث ان يكون هناك مشاركه للتوك توك في المبادره باحلاله بسياره ميني فان تعمل بالغاز الطبيعي. لو هيرخص التوك توك انا موافق، اما حكايه العربيه دي انا هدفع قسط هنا ولا هنا ولا هنا ولا اجار شقه، انا عايز حاجه واحده ان هي ماشيه معايا، التوك توك اترخص وامشي والناس كلها موافقه للتوك توك حلو واجرته 5 جنيه. التوك توك ده مستقبلنا وحياتنا فيه، ولا يهمنا ترخيص ولا يهمنا عربيه بملايين. انا عاجز ومشلول، ممكن اروح اخد العربيه الملاكي بس مش هتفيدني زي حته مكنه زي ديت تاكل عيالي وتاكلني.